صائحة لوقت الفراغ. مرحبا وأهلا وسهلا بكم أعزائي وأحبائي بالله في هذه الحلقة الجديدة، نصائح لاستغلال وقت الفراغ والتغلب على الملل. أولا أعزائي، تستطيعون اللجوء إلى القراءة وقراءة العديد من الكتب المثقفة والروايات التي تعود عليكم بالتسلية والفائدة. ثانيا ممارسة الهواية المفضلة، أي تستطيع عزيزي ممارسة الهواية التي تفضلها من خلال جلوسك وجلب ورقة وقلم والبدء في التفكر والتذكر في الذكريات أو في الأمور التي تفضلها والتي تحب أن تفعلها، فتكون تلك هوايتك. وتستطيع أيضا عزيزي تعلم مهارة جديدة أو بعض اللغات الجديدة والتي سوف تساعدك في حياتك المهنية والعملية.